نعم. هل نهى الرسول عن كف الثوب أثناء الصلاة؟ هل نهى الرسول عن كف الثوب أثناء الصلاة؟ اللفظ أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. فمن العلماء من يقول الكفت خارج الصلاة وإذا دخلت به الصلاة الكفت عفوا بعض العلماء يقولون الكفت يمنع سواء كفت في الصلاة أو دخلت في الصلاة وأنت كافت للثوب فهذا وذاك ممنوعان. فهمت كلامي؟ يعني افترض أنك كافت الثوب قبل صلاة مشمر ودخلت الصلاة تفك الثياب. وبعض العلماء قل أظن الداودي علم اسمه الداودي فيما أذكر هو الذي يقول إن كنت كافتا ودخلت في الصلاة وهو مكفوت لا يلزمك شيء، لكن الجمهور يقولون لا تكفت في الصلاة، سواء كفت في الصلاة أو كنت داخل الصلاة وأنت كافت تفك الكفت. طب يا شيخ معلش، حتى لو البنطال تحت الكعب، إيه اللي خلاك تقول البنطال؟ ليه ما قلش البنطلون مثلا؟ البنطلون تحت يعني أسأل لماذا لم تقل البنطلون أو لماذا لم تقل السراويل؟ البنطلون أصلا ليس بذاك العربي الفصيح، لا بنطال ولا بنطلون ولا تلفاز ولا تلفزيون. نعم تفضل. نعم. سؤالي حتى لو السروال تحت الكعب أفك برضو عموما؟ ما هو الكفت بصفة عامة. شكرا.